التأم بطرابلس الاجتماع الأمني والتنسيقي الخاص بإقامة مباراة الديربي بين فريقي الأهلي بطرابلس والاتحاد المقررة الجمعة على أرضية ملعب طرابلس الدولي الجولة 19 لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والذي تم خلاله التشييد على اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية التي من شأنها إنجاح المباراة والتأكيد على إقامتها في كنف الروح الرياضية باعتبارها عرس الرياضة الليبية. كما تم الاتفاق على العدد المسموح به من الفريقين وهو 35 فردا لكل فريق بالإضافة إلى طاقم قناة ليبيا الرياضية. قاد المهاجم سعد البرداح فريقه التعاون لتحقيق النتيجة المنتظرة والإبقاء على النقاط الثلاث في الجابية بفوزه المهم على ضيفه التحدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. واكتفى التعاون بهدف البرداح الوحيد الذي جاء في الدقيقة 35 للقاء الذي قاده الحكم محمد الهوني. التعاون الذي حقق فوزه الثالث تمكن من إنحاش رصيده وحظوظه في البقاء وابتعد نسبيا ومؤقتا عن مناطق الخطر برصيد 13 نقطة، فيما توقف رصيد التحدي الذي نال الخسارة التاسعة في مسيرته بالدوري عند النقطة 22 في وسط ترتيب المجموعة الأولى. فقد فريق النصر حامل اللقب نقطتين ثمينتين في سياق سعيه لتعزيز وتأكيد تأهله لمنافسات الدور الرباعي، وذلك بتعادله السلبي مع دارنس في مباراة الفريقين على أرضية ملعب درنا ضمن الجولة الثامنة لفرق المجموعة الأولى، وهو ما يجعله سيكون مطالبا بعدم فقدان أي نقطة مع انتظار ما قد تحمله الجولات الثلاث القادمة من نتائج بأبرز منافسيه وهما الأخضر الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط، والهلال صاحب 42 نقطة، واللذان سيتقابلا هذا الخميس في مباراة مفصلية لكليهما. بهذا التعادل وهو الرابع له أضاف النصر النقطة 43 ترتيب الثالث مؤقتا مقابل 18 نقطة لدارنس. إلى ملعب طرابلس حيث حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي الوحدة والأولمبي ضمن الأسبوع الثامن للدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية. ورغم محاولات ومساعي الفريقين لخطف نقاط المباراة الثلاث إلا أن حارسي المرمى نجحا في الحفاظ على نظافة شباكهما. التعادل هو الرابع لفريق الوحدة الذي لا يزال يبحث عن الابتعاد عن مناطق الخطر برصيد 15 نقطة، بينما توقف فريق الأولمبي عند النقطة 29 في الترتيب الثالث. Thank you.